النهارده بقى داخل قفص الاتهام كان المشهد. النهارده كان بيتم النظر القضيه المتعلقه باحداث العدوه اللي متهم فيها طبعا كتير من المتهمين، بنتكلم على حوالي 680 متهم، 83 متهم تحديدا. وابرز المتهمين مرشد الجماعه محمد بديع. اللي حصل النهارده هنتابعه ونشوفه مع حضراتكم الاول، وبعد كده نرجع ويكون لينا كلام وتعليق على الحدث والهتافات اللي خرجت من قفص الاتهام. يسقط حكم المرشد، وسيسي يا بلاش، واحد غيره ما ينفعناش، ونهاية الهتافات كانت تحيا مصر 3 مرات.